السلام عليكم. يمسك أحدنا كتابا مهما ليقرأه، وبعد ثوان قليلة يسمع رنينا من جواله، يمسكه فيرى إشعارا لشخص قد علق تعليقا مستفزا على آخر منشوراته، يقوم بالرد عليه، وبينما هو في انتظار رد الشخص الآخر يتصفح الفيسبوك فيرى صورة فنجان من القهوة، يترك كتابه ويأخذ جواله إلى المطبخ يتصفح فيه الإنترنت ريثما يعمل فنجانا من القهوة. وعندما يعاود رجوعه للكتاب تمر عليه قصة لأحد الأشخاص، فيشعر بفضول شديد ليرى شكل هذا الرجل، يدخل إلى جوجل ويشاهد صوره فيرى خبرا مثيرا عنه، فيذهب إلى ويكيبيديا ثم يوتيوب الذي ينقله من مقطع إلى آخر، إلى أن يأتي إليه أحد أفراد العائلة ليقول له: تأخرنا كثيرا، علينا الذهاب الآن إلى مشوارنا. رغم هزلية الموقف فهذا ما يحصل معنا كثيرا، وتكون النتيجة أننا لم نقرأ الكتاب ولم نستمتع حقا بكل الأمور الأخرى، لأننا كنا نشعر بالذنب والتوتر. قاعدة بسيطة ذهبية لمضاعفة الإنتاجية: عندما تقوم بأي عمل قم به هو فقط، عندما تقرأ اقرأ فقط، وعندما تتدرب تدرب فقط، وعندما تصلي صلي فقط، وعندما تذكر الله اذكر فقط، وعندما تكتب اكتب فقط، وعندما تعمل اعمل فقط، وعندما تشاهد مادة تعليمية او فيلما وثائقيا شاهد فقط، وعندما تجلس مع عائلتك اجلس معهم فقط، وعندما تلعب مع ابنائك العب معهم فقط. واليك بعض النصائح لتساعدك على فعل هذا. اولا، تذكر هذه القاعدة كلما بدأت بالتشتت، وتذكر الإنتاجية الكبيرة التي ستحصل عليها كلما رفضت المشتتات الجديدة. ثانيا، ابتعد عن المثيرات، افصل الإنترنت، وبالنسبة للنشاطات الصعبة حاول أن تكون منعزلا في غرفة لوحدك، استغل أفضل الأوقات التي يمكنك أن تنعزل فيها. ثالثا، عندما تأتيك رغبة في متعة معينة لا تقل لها لا، بل قل نعم لاحقا، امضي الآن، وعندما أنتهي سوف أتفرغ لك، وإن ألحت عليك وخافت أن تنساها فاكتبها على ورقة. رابعا، حدد مواعيدا نهائية لإنهاء الأعمال المهمة وألزم نفسك بها، فالتسويف قرد يلعب بعقولنا ويتأرجح بها بين نشاطات كثيرة، ولا يوقف هذا القرد إلا فزاعة الموعد النهائي. خامسا، لا تنخدع بوهم أنك تستطيع القيام بعملين أو أكثر في وقت واحد، فأنت بذلك تفسد الأعمال جميعها معا. قم بتطبيق هذه النصائح الآن وليس في وقت لاحق. السلام عليكم.